صبيح الدجى. فقال العلماء: إذا صلح. وقيل له: فمن شرار الخلق بعد إبليس وفرعون والنمرود؟ فقال عليه السلام: العلماء إذا فسدوا، وهم المظهرون للأباطيل والكاتمون للحقائق، وفيهم قال الله: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أما الآن فمع آخر فقراتنا وهي مدائح للأستاذ حسين سلمان، فليتفضل مشكورا وأصلح وصلى على محمد وآل محمد.
الجميع الذين يدخلون في مشاركة الاحتفال القادم بمولد الزهراء عليه السلام أن يبلغونا مسبقا ليتسنى لنا ترتيب البرنامج المحدود إن شاء الله. خير ما يأتي لهذا الحفل المتواضع الدعاء توجه جميعا إلى الكلة والدعاء مع الأسياس الماجد للتفضل المشروع. تبعنا محمد وآل محمد. على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.